يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدتي بسبب كبر سنها وعدم إدراكها لم تستطع أن تصوم رمضان وهي لا تصلي، فما الواجب علينا تجاه ذلك؟ إذا كان ليس عندها عقل فليس عليها شيء، رفع القلم عن ثلاثة، ذكر المجنون حتى يفيق. زائل العقل للكبر مثل المجنون، ليس عنده عقل، ليس عليه تكليف. نعم.